اعترف المهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة لأول مرة بصفته مسؤول كبير في حكومة الدكتور الجنزوري بما انفردت به اليوم السابع منذ عدة أيام بأن وراء تفشي مرض الحمى القلاعية هو تهريب عدد من الأبقار والمشاة عبر أو المواشي عبر ليبيا وعبر أنفاق بينه وبين دولة العدو إسرائيل. وزير الزراعة اعترف اليوم في المؤتمر الذي يعقد في افتتاح معرض ظهور الربيع لهذا العام والذي يقام بحديقة الأرمان بالجيزة. الحقيقة أن اعترافات الوزير تدعم أن وراء هذه الحمى التي ضربت مصر منذ عدة أيام يعد من أهم الاعترافات التي كشفها وزير زراعة في حكومة الجنزوري، وهو ما يدعم فكرة أن تهريب المواشي المصابة جاءت عبر ليبيا وجاءت عن طريق إسرائيل. والوزير قال أن الانفلات الأمني الذي حدث في أعقاب ثورة 25 يناير كان وراء فتح الحدود بالصورة التي جعلت من تهريب مثل هذه الأنواع المصابة من المواشي سهل، وجاء عبر عصابات أو تشكيلات عصابية منظمة. في إطار الحملة المنظمة التي تقوم بها إسرائيل لضرب الثروة الحيوانية، أكد الوزير أيضا أن في أغنام وعجول إسرائيلية أيضا جاءت، أغنام ليبية وعجول إسرائيلية ما زالت تأتي عبر عصابات مشكلة لتهريب المواشي، وأغلب هذه الحيوانات مصابة بحمى الوادي المتصدع. النهاردة في تقريرنا اليوم السابع الخبراء أكدوا أن هذا المرض يصيب الإنسان ويصيب الحيوان أيضا. الحكومة أو الحجر البيطري بيستغيث بالحكومة والبرلمان. الحمى القلاعية وصل عدد النافق منها من الحيوانات بسبب هذا المرض إلى أكثر من 3000 حالة وأكثر من 33000 حالة مصابة، هو ما يؤدي إلى ضرب مشروع الاستثماري المعروف بمشروع البتلو. الحكومة الآن بتضع خطط معينة لإما للعلاج السريع أو لوقف دخول أي مواشي مهربة سواء من حدودنا مع دولة إسرائيل أو عبر دولة ليبيا. حتى الآن ما زال الموقف غامض والحالات في تزايد، حالات الإصابة. رئيس الوزراء أعتقد أنه هيدرج في أعماله مناقشة هذا التطور الرهيب في الإصابات التي بدأت شبه يومية، وهو ما يؤدي إلى ضرب الثروة الحيوانية المصرية.